من القاهرة ينضم إلينا ميسرة بكور، مدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان. ميسرة، أهلا بك إلى استوديو الحدث. بداية، يعني هناك أنباء بأن النظام خرق هذه الهدنة المفترضة أساسا يعني لإدخال المساعدات الإنسانية إلى حمص من خلال فتح الممرات الآمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سيدي، سجلنا 3 خروقات في الأمس ليلا، قصف على حي الحميدية وهو خارج حمص الأحياء المحاصرة، الحميدية قاع في منطقة السوق، كذلك الأمر استهداف المناطق المحاصرة أي حمص القديمة. طبعا لم يستثني القصف في المناطق الريفية، سجلنا قصف على الرسدن ودير فول وقلعة الحصن والدار الكبيرة والمزارع الشرقية في تلبيسة وقرية غرناطة بنفس الوقت الذي كان تقصف أحياء حمص القديمة المفروض أن يخرج منها المواطنين. طبعا الاتفاقية نصت على اسم الاتفاقية لا يتناسب مع مضمونها، الاتفاقية تتحدث عن حمص وهنا لا نتحدث عن حمص، نتحدث عن أحياء محاصرة، عن أجزاء بأحياء حمص. أما حمص فهي تمتد من العراق إلى لبنان، هذه اسمها حمص. حمص هي الحولي والرسن وتلبيسي والقصير وكل هذه المناطق. عندما خرج المواطنون بالأمس من أحياء حمص القديمة تحت إلى الميماس إلى حاجز يسمى ديك الجن على نهر العاصي وهو قريب جدا من الكلية الحربية وبالغرب قناص برج الجاردينيا والأمن السياسي، أطلق النار عليهم. وهنا الدلالات أن المكان الذي أطلق فيه الرصاص على الناس وأصيب المسن كان لا يبعد أقل من كيلو متر أو 500 متر يعني عن الكلية الحربية. على أرض الواقع، عليهم الرصاص على أرض الواقع لم يصل أي شيء إلى الأحياء المحاصرة، يعني بخلاف ما الشيعة من أنباء. لم يصل حتى هذه اللحظة، أنا متابع 24 ساعة للأمر والآن أمامي المراسلون، لم يصل حتى اللحظة أي شيء على الإطلاق إلى حمص القديمة. بالأمس كان المفروض خروج المواطنين فقط، تم تسجيل بين 70 إلى 76 شخص خرجوا، اليوم المفروض أن تدخل المساعدات إلى أحياء حمص القديمة. أريد أن أتحدث عن بالنسبة للطرق، كنتم تتحدثون عن طرق، يوجد 3 طرق، طريق تدمر كما ذكرتم من الشرق أو من وسط حمص القديم، من وسط حمص من قيادة الشرطة على طريق حماة ثم غربا إلى القرابيس، أو من طريق الجامعة طريق الكورنيش الرئيسي أو طريق 16 تشرين، ممكن أن يدخلوا في من الغوطة ويخرجون من دوار المهندسين يصلون إلى الوعر، 3 طرق ممكن أن يصلوا منها. طبعا الشبيحة قاموا بإطلاق النار، تجمعوا في وسط حمص، عندما نقول في وسط حمص يعني مقابل الساعة القديمة أي قيادة شرطة حمص. بالنسبة للاتفاقية نفسها أريد أن أوضح نقاط بشكل سياسي بالاتفاقية. الاتفاقية قالوا أنها تحدثت عن ما جرى تداوله بين الائتلاف المعارض والنظام بشار الأسد في جنيف، هذا الكلام غير دقيق. الائتلاف المعارض تحدث عن محافظة حمص كما ذكرنا من العراق إلى لبنان، هذه حمص الذي تحدثوا عنها، وتحدث أيضا عن اتفاقية ثلاثية، طرف يسمى النظام وطرف الائتلاف المعارض برعاية الأمم المتحدة توقع الاتفاقية بين 3 الأطراف وليس مع بشار الأسد على أنه دولة وإنما على أنه طرف في الصراع سوريا. الأمر الآخر هي التفاف ومناورة سياسية لاستباق القرار الذي وزعته لوكسمبورغ وسوريا أعتقد على الأمم المتحدة وما صرح به مندوب روسيا بالأمس في الأمم المتحدة أن ما زال الوقت مبكرا عن الحديث عن مسرات آمنة، يعني وهنا لا نتحدث عن مسرات آمنة. نعم، يعني كل ما تفضلت به، ربما هناك سؤال أنه لماذا يعني هناك عرقلة لإيصال هذه المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها أو في أمس الحاجة إليها؟ يا سيد، سياسة النظام منذ 3 سنوات هي التجويع أو الركوع، الجوع أو الركوع. يعني الآن هذه الاتفاقية تنسف عمل 3 سنوات لنظام بشار الأسد الذي جوع الناس من أجل ركوعهم، والآن بعد 3 سنوات من العمل والحصار يقدم لهم المساعدات، هذا جنون. وبشار الأسد لن يقدم لهم المساعدات، الآن يحتج بأن الشبيحة أو المواطنين الشرفاء أو هذه التسميات يقومون بمنع إدخال المواد. إذن هو سياسة ممنهجة، سياسة تجويع قام بها بشار الأسد منذ بداية الثورة، لذلك لن يتخلى عن هذه السياسة، هي سياسة مقصودة لتجويع المواطنين من أجل إركاعهم.
طيب في حال تم إخراج بعض يعني المحاصرين، هل هناك يعني جهة معينة تم الاتفاق عليها، وإن تم عرقلة هذا الاتفاق يعني أقصد جهة مفترضة لكي يتوجهوا إليها؟ فرض عليهم الذهاب إلى حي الوعر، طبعا حي الوعر محاصر. لو تحدثت لك عن حي الوعر، هو سكنة عسكرية بالكامل، من الشرق الكلية الحربية والمشفى العسكري، من الغرب القصر العدلي، من في الوسط مديرية الأمن الجنائي ومخفر حي الوعر، ومن الشمال كتيبة مدرعات وقناص الجاردينية من الجنوب. إذن هي سكنة عسكرية من حصار إلى حصار. المفروض من الأمم المتحدة أن تقوم برعايتها. ما الضمان لنا ألا يحدث لهؤلاء ما حدث للنازحين من المعظمية أو من يلدى، عندما حصرت 250، سمح لخروج 250 امرأة ثم حصروا في إحدى المدارس وتعرضت 4 نساء للاغتصاب. ما الذي يضمن لنا أن الأمم المتحدة قادرة أصلا على حمايتهم؟ وقد لاحظنا كيف أطلق الرصاص على الخارجين من المعظمية، والرصاص بالأمس أطلق عليهم أمام مندوبي الأمم المتحدة، إطلاق الرصاص على لجنة المفتشين، وكان أنور مالك يوثق هذا الحدث. إذا لا ضمانات مع بشار الأسد. طيب ما هو مصير حمص القديمة الآن؟ هل ستنسب حمص القديمة؟ بالأمس إحدى الصفحات المولية لبشار الأسد قالوا أن إخراج المدنيين من حمص القديمة هي خطة للجيش من أجل حصار شكرا لك لضيق الوقت ميسرة بكور، مدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان من القاهرة، شكرا لوجودك معنا في السودان.